إذن ذكرنا أسئلة خمسة قبل البدء بالدراسة. وحان شاقني سؤال الشنة أنت أن ندرسي أقلين. لماذا ندرس التوحيد؟ محان توحيد كأبرنينا. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ محان أدارني إن شرحنا متن قاس أصول الثلاثة ليراد. لأننا طلاب. لأنه حنا أنا وطلاب بانهاي. والطالب لابد يرجع إلى العلماء في السير في طريق العلم. أرضي جنا وحنا واجب كأه إنه الله بتوع علوم ماذا طريق علمك وأمراي. العلماء رحمهم الله تعالى أمر الطالب بأن يبدأ أولا بالتوحيد ويبدأ في التوحيد بمتن الأصول الثلاثة. علوم ماذا وحي إن أمرين إن أن أول طالب العلم وكب اللاب التوحيد. توحيد كان يكب اللابه كتاب كان ليراده الأصول الثلاثة. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ سؤال صدحات محيتها الأصول الثلاثة محال قولها. الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر، الأشياء تسأل عنها في قبرك، من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. أصول الثلاثة وحال قولها سؤالها قفك لقوة دينها وقبرك أو ربك وايو نبيك وايو دين تاذو محيتها. نعم. السؤال الرابع ما الفائدة من هذه الدراسة؟ ماذا أستفيد إذا درست هذا المتن المبارك؟ سؤال أفراد حوي محيتها فائدة أن كهل إنه برنو كتاب كان أم برنو أما أصول أم برنو. نقول إذا تعلمت الأصول الثلاثة الآن في الدنيا. وحلينا هاي جوابت وحوي هدي أم برنو أصول صدح لها الدنيا هذا أنكو برنو. ثم عملت بها. وهدنا أنكو دقنو. ثم دعوت إليها. هدنا أن ضدك أغيرنو. وصبرت على العلم والعمل والدعوة. وأن كل صبرنا علمك يا عملك يا دعوتي بأن كل صبرنا تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. سداس هذا الدنيا ذا كل سميسد إلهي إذا كيس قبر كان سؤالها سس هذا وجوابه. السؤال الخامس والأخير سؤال الشنات أقدم بيسة على ماذا يحتوي هذا المتن المبارك؟ متن يعني محو حمبارسية معانده وحمبارسية محيته. يحتوي هذا المتن على أقسام خمسة. متن يعني وحمبارسية هاي الرمى الشنأة. القسم الأول المسائل الأربع. قسم الكوبات قيبت الكوبات وحوي مسائل أفرتها. علم وعمل ودعوة وصبر. علمي برشو يكرقن يويرد تخلو وير يتاسول وصبر. سورة العصر. سورة العصر. نعم. القسم الثاني المسائل الثلاثة عن أنواع التوحيد الثلاثة. قيبت اللباد وحوي الأصول الثلاثة أو أنواع التوحيد كأصدح لها. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ قيبت الصدحات وحوي محان وبرانينا توحيدك. القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. قسم كأفراد وحوي أصول الصدح لأه وأهس قبرك اللي سؤالها قبرك اللي سكوه يدينا. القسم الخامس الخاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين والله أعلم. قيبت شنادنا وخاتمة دي إلهي وحوي دي سنينا إنو التوحيدك حياتنا نوو ختمه والله أعلم.